هو ده معطلة. يا مولتي اشحال تشي بس 40 ريال هاو فين بقاتش 40 ريال الله يهديك اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية. الخضرة مازال طالع يعني مازال طالع ليها الثمن والبطاطا اللي وصلت ل 7 دراهم للكيلو والبصل ب 800 دراهم وايضا المطيشة حتى هي ب 800 دراهم. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تيفي ومباشرة من مدينة الرشيدية يعني الخضرة مازال طالعة في الثمن. يعني مؤخرا كنا شفنا مطيشه يعني ب 5 دراهم 6 دراهم دابا يعني كنشوفوا حاليا مطيشه دايره 8 دراهم وايضا البصله اللي واصله ل 8 دراهم وكذلك بطاطا عاوتاني اللي كانت فقط غير ب 5 دراهم 6 دراهم اليوم عاوتاني وصلت ل 7 دراهم. دائما اجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه. وموازاه يعني بالسويقه يعني الخضره ما كتكونش داخله بزاف بمدينه الرشيديه اليوم يعني حتى يوم الاربعاء والسبت يعني فين كتكون الخضره جديده. لكن تسليط الضوء على مجموعه من الاثمنه متابعي قناه شوف تيفي يعني بطاطا والبصله ومطيشه يعني اللي هما اساسيين في كل دار مغربيه وكل منزل مغربي يعني كنشوفوا بانهم طالعين في الثمن. البطاطا اللي وصلت ل 7 دراهم الكيلو والبصل ب 8 دراهم وايضا مطيشه ايضا ب 8 دراهم. واش حتى نتوما متابعي قناه شوف تيفي نفس الاثمنه في كل مدينه مغربيه ومني كتشاهدوا معنا هذا البث هذا؟ بغينا نعرفوا الاثمنه اللي عندكم متابعي قناه الشعب ومنين كتشاهدوا معنا هذا البث يعني من مدينه الرشيدية. نستوفيكم متابعي قناه شوف تيفي يعني باثمنه الخضار. شحال الفلفله؟ 8 دراهم. 8 دراهم الفلفله 8 دراهم. وبالنسبه لازميزو خمسة دراهم اللفت. الله يلا مع هاد الغليله بقيت كننسى حتى الاسماء ديال هاد الخضره وزاد. يا جار واحد قال لي قول لي شحال التينا الكرومب شحال؟ شحال الكرومب؟ 7 دراهم. 7 دراهم التينا روعه صافي. الخيار؟ وشحال الخيار؟ أو شحال الخيار؟ 8 دراهم. وشحال سميتو؟ 8 دراهم. كورجيت. صور حتى نور الدين هو. نور الدين داير معاه غدا إن شاء الله غادي. إن شاء الله يجيو هادشي. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناة الشعب بأن مطيشة يعني اللي وصل ل 8 دراهم وبطاطا 7 دراهم وبصل ب 8 دراهم. ايضا الفواكه كيف ما سمعتوا متابعي قناة الشعب بالنسبة للبنان شحال؟ 10 دراهم. الليمون؟ 8. الليمون 8 دراهم. حتى القرعة شحال تدير؟ 8 دراهم. حتى هي فقط كانت راه يعني تزاد غير هاد الايام تزاد الثمن عاوتاني ديال الخضروات. كيف ما سمعتوا متابعي قناة الشعب يعني اثمنة باقي الخضر الحامض اللي كيدير شحال الحامض؟ 8 دراهم. الحار 10 دراهم. اللوبيا ولا سميتها 13 درهم. والجلبنه حتى هي 13 درهم. ايوا يا سلام يعني 13 درهم يعني الربيع اللي رخيص متابعي قناه شوف تيفي حتى هو ما بقاش رخيص يعني راه 2 دراهم درهم ونص 2 دراهم. بغينا نعرفوا متابعي قناه الشعب يعني شحال واصله عندكم الاثمنه حتى نتوما ديال الخضروات وشحال يعني الثمن ديال البطاطا ومطيشه والبصله اللي هما اساسيين في كل دار. دائما اجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه شوف تيفي. وشحال واصله عندكم اثمنه الخضر؟ ام مريم اللي كتقول لك القرعه الحمراء ديما
غاليه 8 دراهم. الاخت ام مريم يعني كنا كنشوفوا يعني بان القرعه الحمراء كانت كدير فقط غير 4 دراهم 5 دراهم، دابا راه 8 دراهم. يعني بمدينه الرشيديه راه 8 دراهم اللي دايره. شحال وصل عندكم يعني مطيشه حتى نتوما؟ شحال وصل عندكم بطاطا البصله؟ يعني هاد الايام هادي في الدخول ديال السنه الجديده كنشوفوا واحد الارتفاع عاوتاني اللي هو مهول بالنسبه للخضروات، زياده في مطيشه، زياده في ثمن مطيشه، زياده في ثمن البطاطا، زياده في ثمن ايضا البصله، زياده في جميع الخضروات وبعض الفواكه حتى هما اللي تزادوا في الثمن. لانه مؤخرا كنا فقط كناخذوا مطيشه غير بخمسة دراهم، خمسة دراهم وكاع غلات 6 دراهم. دابا حاليا راه 8 دراهم. البصله وكذلك 8 دراهم، ما بغاش تنزل في الثمن هي. ايضا 7 دراهم البطاطا اللي كنا كناخذوها فقط غير مؤخرا حتى هي ب 5 دراهم 6 دراهم، يعني كنشوف بانها طلعت في الثمن. يسرى نورا اللي كتقول لك مدينتي عزيزه توحشتها تبارك الله عليك، مرحبا بك ومرحبا بسبب الحصه الاقتصادي. اعطيني النمره تشوف تي في اللي في طنجه. صالحي سهام تبارك الله عليك مرحبا بك. المهم خذي الرقم ديال الفيكس يعني في الصفحه الرسميه وغادي يعطيوك الرقم ديال شوف تي في يعني في طنجه. بالنسبه لمراسل قناه شوف تي في بجهه درعه تافيلات فالرقم ديالو اللي هو 06 00 25 35 71، 00 06 00 25 35 71، 06 00 35 25 35 71. هذا بالنسبه لمبعوث قناه شوف تي في، وغادي نوافيك بالرقم ديال مراسل قناه شوف تي في يعني بمدينه طنجه لانني ما حافظهاش. حسن تبارك الله عليك، البصله بكيلو بكيكو يعني كدير 5 دراهم. تيقول لك البصله كاينه بكيكو ب 5 دراهم للجمله. مارس بوعزه اللي كيقول لك المازوت شحال داير؟ واقيلا تقريبا وصل 14.50. صالحية الله يجيب على خير تبارك الله عليك ام مريم. وفي الحقيقه يعني غادي ندير موضوع خاص يعني بالبطاله اللي كاينه وخصوصا بجهه الدرعه تافيلات، لاننا ما كنتوفروش على مجموعه من ما كنتوفروش ومنقرضه عندنا فرص الشغل، لهذا غادي يكون موضوع خاص على البطاله وعلى الشباب اللي هما حاملين الاجازات وماستر وبكالوريا يعني وكيمشيو لمدن اخرى باش بحثا على العمل. يعني حاليا متابعي قناه شوف تي في موضوعنا هو بطاطا البصله مطيشه والغلاء في هذا الصباح. دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر. يعني سمعتوا متابعي قناه شوف تي في اثمنت باقي الخضار. بالنسبه يعني الثمن ديال مطيشه 8 دراهم، بطاطا 7 دراهم، والبصله هي وكذلك 8 والبصله وكذلك 9 دراهم. فاتي اللي كتقول لك حنا في الصحراء كتباع الخضره مخلطه ديما ب 140. ربما ان المدن يعني كتختلف، مكناس راه السوق جمله. حيدوا لي ناس الشريف كرام تبارك الله عليك. في الحقيقه يعني الاثمنه في مجموعه من المدن المغربيه يعني طالعه في الثمن. يعني مجموعه ديال التعليقات ديال المتابعين قناه شوف تي في واللي كيقولوا بان الثمن طالع ومازال طالع بزاف. يعني ما كرهناش متابعي قناه الشعب انكم تكثروا من عنا يعني تكثروا معنا في التعليقات باش نعرفوا الاثمنه ديال الخضروات اللي كاينه في المدن المغربيه، وايضا شحال وصل عندكم البصله اللي ولات من ولات البصله يعني خصك تحطها بشويه، البصله اللي كانت رخيصه 3 دراهم 4 دراهم ولينا كنشوفوا دابا 8 دراهم بالنسبه للبصله. صباح الخير الاخت ملك المدني ومرحبا بك وتحيه كبيره لساكنات الدار البيضاء. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناه الشعب اثمنت باقي الخضر بمدينه الرشيديه، يعني وصلتنا الضوء على مجموعه من المواد اللي كاينين هنا في ديال الخضروات بخصوص البصله ومطيشه وبطاطا اللي طلعوا في الثمن ولا الثمن فيهم طالع وطالع بزاف.
اكادير البصله 7 دراهم، بطاطا 5 دراهم، هاد الخضره كاع مسوسه شوتونا. حنان المراه تبارك الله عليك موازاه قلنا بالسويقه، لانه اليوم ما كاينش السوق، فقط السويقه الاربع والسبت اللي فين كتدخل السلعه الجديده. لكن ها نتوما كتشوفوا ولو ان الخضره مازال شويه يعني ماشي ديك الكاليتي الطالعه، لكن الثمن كيبقى هو البصله بهاد هزيها ولا حطيها ولا خليها ب 8 دراهم. وكذلك مطيشه كيف صورتها كيف شفتيها غادي تاخذيها ب 8 دراهم. ايضا البطاطا كيف شفتيها هذا النوع هذا كيف شفتيه غادي تاخذو ب 7 دراهم، ماشي قضية مسوسة ولا، لان كل واحد والصندوق فين كيجيو. وزيد على ذلك يعني الاسواق اللي كدوز عليها، النهارات اللي كيدوزوا عليها موازاة مع يوم السوق، راه الحمد لله يعني كتكون المحلات وتيكون المحلات ديال الخضار والسوق يعني كيكون داخلين خضرة جديدة وكاليتي اللي هي طالعة. وزيد على ذلك الثمن اللي تيزيدوا فيه ربما حتى هو ما كيبقاش نفس الثمن. دائما وجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه شوف تي في، وكنت معنا متابعي قناه الشاف في البث المباشر من مدينه الرشيديه، حيث قلنا مباشره من مدينه الرشيديه اللي الخضره مازال طالع عليها الثمن، والبطاطا وصلت ل 7 دراهم للكيلو، البصله ب 800 درهم، واثمنت باقي الخضر يعني سمعتم متابعي قناه الشعب. شكرا جزيلا لكم ولكل المتابعين، وان شاء الله قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. وما كرهناش اننا نعرفوا من عندكم متابعي قناه الشعب اثمنت الخضار. حسن انيرو اللي كيقول لك كاين المليح في اكادير ثمن مناسب، تبارك الله عليك والشكر ايضا موصول لك، والشكر الجزيل. يعني ما كرهناش كيف ما قلنا متابعي قناه الشعب اننا نعرفوا مجموعه من التعاليق حول البصله والبطاطا ومطيشه يعني الاثمنه ديالهم في كل مدينه مغربيه، حتى يكون لنا عتني لقاء مجدد اخر بمدينه الرشيديه ومقارنه بباقي البدون باش نعرفوا الاثمنه والفرق اللي كاين، وعلاش اللي يكون واحد الروبورتاج مفصل حول اسباب والحلول لهادشي. الله يصوب خضره كلها غاليه، تبارك الله عليك الاخت ملك الم. والشكر الجزيل لكل المتابعين، وصباحكم مبروك، ونلقاكم ان شاء الله على خير.